مشاهدينا مرحبا بكم من مطار تونس كرتاج الدولي. حسيت بيه، حسيت بيه والله اللي شوفها، والله اللي شوفها مصلي على النبي يقول يا قوطه ماشي والله تفهم وحنينه وهي علاه ما تعيش كالصغيرات الاخرين، شنو ذنبها هي في الحياه؟ والله شنو ذنبها؟ العباد ما ترحمش، ما تعرفش الانسان هذاك ما عندوش ذنب، تفهم فيا سي عبد الرزاق؟ حسبوه على صوم ولا على حق ولا على غلطه هو ما عملهاش. كلنا ممكن نغلط لكن ليه في غلطنا بنتمادى وبنكمل؟ طول ما الدنيا بخير نفضل نغلط تاني وضميرنا بيستحمل. يعني خذا لون طلق، خذ الثاني طلق، خذ الثالث طلق، خذ الرابعة ما طلقهاش. لا باهي، علاش خذ أربعة؟ لا منيت اللي انت قلت من الناس العد بيا، كي جاني العسكر هملت كالو مولا داد عليا كوبانية نازم لها وما تخدم كانت الراحة خيب مغزبك مراحة وكول هاني. ها شباب على الدوام، هذه فرحتي كنت يا شباب.